هذا المدافع الذي قدم من صفوف فريق جن. وهنا امامنا اللاعب روكي، اسم مش غريب عن التشكيله الاساسيه، واول اهداف في اللقاء هرنانديز. لسه بنحكي ادي امامنا، كان يشكل ثنائي رائع مع بانديف الذي رحل للانتر في منتصف الموسم الماضي. توماس روكي يمرر كره حلوه قوي لهرنانديز البرازيلي عشان يسجل هدفه الخامس هذا الموسم. امامنا هو القادم من ساو باولو، وهدف مبكر في الدقيقه الثانيه عن طريق اللاعب هرنانديز بعد دقيقه وحوالي 15 ثانيه. شوف الكره ملعوبه حلوه قوي من اللاعب توماس روكي للاعب هرنانديز المنطلق كالسهم في هذه الكره، يضعها على طبعا يسار حارس المرمى الحارس هاندانوفيتش السلوفيني الذي لم يخطئ.